الموت بالنسبة للمؤمن عيد، حقيقة الموت بالنسبة للمؤمن عيد، والله الفرحة عند الموت بالنسبة للمؤمن أعظم من الفرحة يوم العيد مع أهله ولقاء بأرحامه، لأنه يتلقى الملائكة ويبشرونه ويأخذونه ويصعدون بروحه إلى الملأ الأعلى، يشيعه من كل سماء مقربوها حتى يصلوا به إلى السماء السابعة، ويتكلم رب العزة اكتبوا كتابه في عليين، الله أكبر، عيد وتعظيم وتفخيم لهذا العبد المؤمن الذي نجح في الامتحان في الدنيا، فما يرى إلا الراحة والنعيم بعد موته لاستقامته. تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما فات، على ما تركتم من مال من أهل من ولد، لا تحزنوا، هذه الدنيا دار ابتلاء، وغدا يجمعكم الله في الجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولهذا إذا أجاب في قبره يفتح له باب إلى الجنة، ويفرش من الجنة ويلبس من الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، ثم تتنعم روحه في الجنة، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما توليناكم في الدنيا نتولاكم في الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.